المهمة ديالنا اليوم هي أننا غادي نمشيو إن شاء الله نقلبوا على الدار ديال شاروخان وكارينا كابور وأميتا باتشان وسلمان خان، أربعة ديال الممثلين اللي مشهورين ومعروفين هنا في الهند. إن شاء الله غادي نمشيو نلقاو ديورهم. الدار ديال شاروخان معروفة بزاف وكاع الناس كيمشيو يتصوروا فيها، مي الدار ديال أميتا باتشان وكارينا كابور وسلمان خان شوية ما معروفين، معروفين من شوية ماشي بحال شاروخان. داكشي غادي نديرو اليوم إن شاء الله، غادي نمشيو وغادي نكونوا أول مغاربة غادي نمشيو لهاد الدار إن شاء الله. سو حنا عاد شدينا الطاكسي الحمد لله، غادي نمشيو دابا نشدو الطريق الدار ديال داك اللي على بالكم. حنا في واحد من بين اشهر البيجيز اللي كاينين هنايا في مومباي، واحد البيجي كيجيو الناس بزاف باش يتصوروا فيه، كاين اللي كيدوز منه غير باش يتصور. ها هو شادين الطريق ديالو، دونك خليكم مع هاد السينماتيك هادو اللي غادي نصوروا لكم وحنا غير دايزين. اللي قبل صورت لكم واحد من بين افقر الاحياء في مومباي، اليوم جينا لواحد من بين افخم وارقى الاحياء في مومباي، باندرا فيه بزاف ديال الديور اللي واعرين. باندرا كتعتبر واحد من بين ارقى الاحياء اللي كاين هنايا في مومباي. هنايا كاين بزاف ديال الحوايج، اللي هنا كاينين الناس الهاي كلاس، الناس الالي با، وهنا فين كاينين كاع الديور ديال دوك الممثلين اللي غادي نشوفوهم اليوم، اللي غادي نمشيو لديورهم. شاروخان، اميتا باتشان، كارينا كابور، سلمان خان، هاد ربعه الممثلين غادي نمشيو كاملين للديور ديالهم ونشوفوهم ونتعرفوا عليهم ونتصوروا معاهم، مع الديور ماشي معاهم هما. سو اول بلاصه غادي نبداو بها ان شاء الله هي سلمان خان. هذه الدار ديال سلمان خان، جينا ليها نيشان، كاع لي زادريس ديال هادو اللي غنمشيو ليهم عندي بالديتاي، داكشي اكزاكت. جالاكسي ابارتمنت هي البلاصه فين ساكن سلمان خان، هذه هي الدار ديالو. سو ماشي دار، هي اقامه. سو سلمان خان ساكن في السكن الاقتصادي. بصح والله السكن الاقتصادي ديال الهند. سلمان خان ساكن في البارتمان ديال 25 مليون. 25 هما الناس عاد تاني كيتصوروا هنا. واش زعما كاع الممثلين اللي غادي نشوفوهم اليوم ساكنين في البارتمان؟ متاكد باللي شاروخان بوحدو هو اللي ما ساكنش في البارتمان؟ شاروخان عنده قصر. هو شي واحد، هو سلمان خان خرج في البارتمان في كونغو. سلمان خان عنده كونغو كيشارجي البيض. كيشارجي الكعكاع. الكعكاع. لا يا صاحبي هادشي هاد الدار ديال سلمان خان، خليكم في سلمان خان كون طلعنا عليه ديال بصح. الناس كيعرفونا عندنا لاشين بزاف كيتصوروا معنا. ويلكم برو. قبل تصور مع سلمان خان، انا هو سلمان خان ماشي سلمان خان. هادو فران فران هادو. ميرا كيتشي. ايك ميرا كيتشي. عاد 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 ديكو. بايا ليندو موت. نايس. نايس. سالو انا اي. ثانك يو. جود باي جايز، ثانك يو. شافوني كان فلوغي وما يقولوا لي شنو هي لاشين ديالك، قلت لهم لاشين فاش شافوها قريب هاد المليون هو يقول لي ناخذ معكم سيلفي. Anyway هذه هي الدار ديال سلمان خان، دابا غادي نمشيو ان شاء الله نيشان الدار ديال اميتا باتشان. عرفتي اليوم ما حسيتش براسي كان فلوغي، درتو لي الخدمه اليوم، حسيت براسي بحال داك القيد اللي كيمشي يقلب على دوك اللي غيصيفط للتجنيد. يلاه زيد نتقداني زيد للتجنيد، نمشيو ندقوا على اميتا باتشان صيفطوا للتجنيد. سمع سمع كوبي رايت هذيك. نايس، هذه هي احسن حاجه تكون غادي ياك بطاكسي وتلق لك بالزيكه ديال الهند، كيعيشك في اللحظه كيعيشك في الهند. ثانك يو سير جود باي. مسكنا السيد تلق لينا المزيكا لداخل. دابا عاد وصلنا الدار ديال اميتا باتشان وغادي نمشيو نشوفوها نكتشفوها. هو عنده جوج ديال الديور، عنده واحده قديمه وواحده جديده وكاملين تقريبا كاين حدا بعضياتهم، دونك هادشي كبير بزاف. خصنا واقيلا ندخلو لداخل عاد نقلبو، مازال ما لقيناش الدار بالضبط. احنا عاد وصلنا الدار ديال اميتا باتشان، غادي نوريوها لكم دابا. الدار ديال اميتا باتشان هي هاد الصور اللي كتشوفو دابا مورايا، ولكن قدام الباب كاين بزاف ديال السيكيورتي، كاين بزاف ديال الناس وكيشوفو فينا علاش كتصور. هذا هو الباب ديال الفيلا ديالو، داير عليها الصور اللي كبير بزاف. ايناو ايناو كوفي هاو ار يو. هذيك الضحكة شو الضحكة
سمايل 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 اي 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 الله يسهل عليك هاي ثانك يو ثانك يو سو ماتش سو الدار ديالو سميتها براتيك شوب كاين سيكوريتي بزاف هنايا ها نو اوكي سوري شتو باقي كندويو ممنوع انك تصور يا اف فوالا هذه اللي مورانا هي الفيلا ديال اميتا باتشا سميتها براتيك شوب دونك كاين بزاف ديال سيكوريتي تما بزاف ديال الناس اللي حارسينها شنو قال لي هذاك السيكوريتي قلنا وات شانل وات شانل بغا يقول لنا زعما شنو سميت لاشين ديالك وانا نقول لي اي دونت هاف شانل ما عنديش لاشين انا في اليوتيوب ها سي الله يعاون اختار انا فيديو واش قابلني به الدار ديال اميتاب ان شاء الله خلينا عليه كيما شتو نمنع انك تصور ما خاصكش تصور ما عرفت كاع الدار ديال سامحيني وصورنا فيها من بعد ما صورنا في الدار ديال اميتاب ان غادي نمشيو دابا للدار ديال كارينا كابور وغادي نصورو فيها حتى هي ومن بعد غادي نمشيو للدار ديال داك اللي على بالكم شاروخان زبينغدي زبينغدو مانيغا باهاتو مانيغا باهاتو زيندا باها زيندا باها زيندا باها ما هاتوتو زيندا باها ما توتو چلو باي باي بادو گولی گی بادو گدو گی زوندا باهی زوندا باهی ما کو توتو ما کو توتو ایبی ای برو جاست کیدین یا اجو من سباشا دین فیوم کنگولی ما هاندی گیدی کنگولی سپیک انگلیش پلیز ادو ما دگی I don't understand. I mean, I got all. Shut the video and she wanted to take a camera. Come on, let's go. Hello. انت تقدر تسكن في هذا الصداع؟ انا ما نسكنش فيها. ما تسكنش في هذا الصداع؟ انا كارينا كابور ساكنه هنا. هاي. Is it كارينا كابور هوم؟ Yes. Yes. Is it كارينا كابور هوم؟ Yes. Hi. How are you? Hi. What's your name? My name is Mato. Where are you from? Rome. Morocco. Morocco? Yeah. Why? She's famous in Morocco. Wow. Yeah. She's not here? No, he's not. He's going to Delhi. To Delhi? Yes, ah. Today is going to Delhi. Okay, I'm going to Delhi. Okay, I'm going to Delhi. So, we're going to get the door. Thank you, sir. You're welcome. Thank you so much. So, this is the door of Kareena Kapoor. كما كتشوفوا جينا لقينا لكم هنا اللي سميتها فورتين هايت كديرها في المابس كتخرج لك هذه الاقامه كارينا كابورتا هي ساكنه في بارسما ولكن ماشي اي بارسما ماشي بحال ديال سلمان خان ماشي السكن الاقتصادي كارينا كابورتا ساكنه في واحد البارتما اللي واعره بزاف صراحه فاش شفت التصاور ديالها داكشي واعر كاع لي زادريس ديال هاد الديور هادو غادي نخليهم لكم في الديسكريبشن غتدخلوا غتلقاو لادريس غتكليكيو عليها غتدخلكم نيشان المابس وغادي تلقاو الدار هادشي الا شي واحد زعما جا للهند وجا لمومباي وبغى يجي يشوفهم اولا يزورهم هانتوما تبان لكم العماره من هنا شتو عماره شاهقه اللي كبيره ديال بصح داكشي زوين نقي صراحه ما نقدروش نطلعوا الدرون هنا للاسف علاش حيت واحد الحي اللي عامر بزاف دونك امبوسيبل نطلعوا الدرون هنا كون طلعناها غيبان داكشي واعر اي فوالا سيرو لا فامي مرحبا بكم مرحبا بكم في مانات الدار ديال شاروخان صراحه باش تلقى الدار ديال شاروخان بين اسهل الحوايج ولكن باش تلقى شاروخان بين اصعب ومن المستحيلات الدار هذه بزاف ديال الناس كيجيو ليها كيتصوروا فيها كيجيو كياخذوا فيها تصورات معروفه بزاف مشهوره بزاف الدار اللي كيعرفوها بزاف ديال الناس اللي زعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه باش تلقاها في الهند اسهل حاجه هي انك تلقى الدار ديال شاروخان ما عليك الا تكتب ديك مانات في المابس غادي تخرج لك وغتبان لك الدار ديالو ودير لوكاليزاسيون وتجي ديد يو ايفر ميت شاروخان هير يا هاو ميني تايم يارلي تو تايم Two times. He is not here every day, right? No. So maybe we don't have chance to meet him today, right? No chance. No chance. No chance. No chance. Are they stuck with you? Thank you. قلت له واش قلت له واقيلا ما عندناش الزهر اليوم نتلاقاو به قال لي ما كاينش الزهر والو الزهر ما كاينش بحال هادو هما اللي كيفشلوا في حياتك هانتوما الناس كاملين كيجيو يتصوروا مع الدار ديال شاروخان بلا مشكل فاش كتكون دارك واحد المعلمه كيجيو الناس يتصوروا معاه كتسنى شاروخان قال لي اجي دابا اجي يفرق عليهم الصرا عرفتوا الغريب في الامر في هاد الدار ديالو هو دايرين فيها هو دايرين فيها داك الكري داك السلك اللي كيكون فوق الكرياج بحال الحبس هانتوما الفوق ممنوع تنقز او لا تطلع او لا دار لي كبيره ماشي دار قصر هذا ماشي حتى فيلا هانتوما شوفوا الدار قداش ها هي الدخله وها هي طلعت ثاني الفوق تمايا علام نورمالمون هو فاش كيطلع عليهم كيطلع لهم غير من الفوق تمايا كيدير لهم باي باي نورمالمون هو ما كيدخلش من داك الباب اللي لتحت حنا لقينا الباب اللي كيدخل منه فيه السيكوريتي بحال الطوموبيله البيضاء اللي شفنا في واحد الفيديو ديالو فاش كان باغي يدخل للدار متاكدين واش هي ولا لا وانما هو كيدخل من هذه الجهه هذا هو الباب ديالو فاش كيدخل دونك كيدخل هو من اللور ديال الفيلا نورمالمون ما غاديش يبقى يدخل من قدام ديال الناس زعما
باوي عرفتوا هاد الناس كاملين اللي كاينين هنايا تخيلوا معايا كيجيو كيجلسوا هنايا كاين اللي كيجي يريح هنايا النهار كامل غير باش يتلاقى معاه كاين اللي كيريح هنا ما عنده ما يدار مسالي كيتسنى شاروخان باش يجي الاخ ابراهيم شنو كتقول على الدار المنزل نتاع شاروخان هو الحيط ها هو شاروخان فينا هو وعلى هادي الحيط ها هو شاروخان فينا هو انت جيو الناس يتصوروا مع البلاك الناس كيجيو كيريحوا هنا باش يتسناو النهار كامل باش يتلاقاو معاه راه بشكل انا صراحه ما نكذبش عليكم ماشي زعما شي حاجه اللي كتهمني باش نجي نشوف الدار ديال شاروخان اولا هكا كل ما قلتوهاش ليا نتوما والله ما كنت غادي نجي الدار ديال سامحيني في تركيا اهم ليا من الدار ديال شاروخان ماشي حيت كنتفرج بسامحيني ولا لا ولكن حيت سامحيني بالدارجه الله يرحم كل الوالدين كيفهمونا وكنفهموهم هذه هي الفكره اللي كتروج لينا في بالنا كنقولوا بلي واقيلا راه كيفهموا الدارجه اليوم غامرت بزاف بالدرون وكنت مطلعها على اساس انها معول انها تقدر ما ترجعش يعني عطيها واحد 80 حتى 70% ما غترجعش ليا الدرون غتمشي ليا ولكن قلت غنغامر نصور لكم الدار ديال شاروخان بالدرون طلعنا الدرون وصورنا والحمد لله ما وقع والو حيت مطلعينها في المدينه في السيتي سنتر يعني في اكثر بلاصه عامره وفيها الشركات وواحد الحي اللي راقي اللي كامل رادارات وكاميرات وثاني حاجه مصورين بها الدار ديال شاروخان يعني كامله دي سيكوريتي دايرين بها شوفوا شحال ديال الناس كيجيو يوقفوا هنايا كاملين مقابلين مع الدار ديال شاروخان كيتسناو باش يخرج على امل انهم يتلاقاو به شي مره والناس هنا كيتصوروا مع الباب ديال الدار ديالو غير ديك البلاكه ديال المانات اللي مكتوبه في الدار ديالو كتكفيهم انهم يتصوروا معها الحاجه اللي ما تفهمهاتش ليا هي راه هي الدار ديال شاروخان غتكون كتبان لكم من تمايا وكاين واحد البلاصه اللي فيها الضجيج وقدام الباب ديال دارو يعني قدام الباب ديال الدار فاش كتحل الباب ديال الدار كاينه بلاكه ديال الطوبيس يعني كاين لاري ديال الطوبيس الطوبيس كيوقف تما كيهبط الناس قدام الدار ديالو وحاجه اخرى البحر اللي مقابل مع شاروخان من بين احسن لي بلاج في العالم ما كضحك باش حسيتي ما حسيتيش بشي حاجه ما حسيتيش بشي حاجه باش قلتي هذا احسن بحر في العالم شوف بحر اللي كيصبنوا فيه الناس صبروا وبحر اللي مسخ مسخ ما فهمتش زعما انا كون كنت زعما انا صراحه زعما انا كون كنت شاروخان زعما كون كانوا عندي الامكانيات ديال شاروخان كنا مشيت لاحسن بلاصه ندير فيها داري نكون مرتاح ومرولاكسي وتكون بلاصه اللي باينه تكون باينه للناس اللي بغاو يجيو يتصوروا حاجه ولكن تبعد على الوساخ زعما هذا الشيء ما عاد زعما شاروخان واش ما فكرش ليها واحد شويه ولا هو بغى هكا ولا ما فهمتش انا ما فهمتش ما كنعرفش في هذا الشيء ديال الهنود وهذا الشيء ديال شاروخان اكثر هذا الشيء ديال الافلام اللي كنقصد زعما اذا شي واحد زعما فاهم هاد البلانات هادو شي واحد متبع الهنود ولا لي زانترفيو ديال شاروخان وهذا الشيء كامل وهاد الافلام ديالو عارف علاش هو اختار انه يكون في هاد البلاصه اشرح لينا في لي كومونتير باش نستافدوا ونبارطاجيو الافاده مع ابراهيم اللي حتى هو ما عارفش مسكين انا راه تلفت وات والبيش تما تقول فيها ايسكريم نو ثانك يو ايسكريم تيست تقول فيها صافا لي كي ليلو ما تقدر تي بنادو نو ثانك يو هي كي ليلو صافا وات ثانك يو يا وا ثانك يو صاحبي صافي ثانك يو ثانك يو ثانك يو ني كي ليلو ثانك يو هي ثانك يو هي كي ليلو اي You want taste matka kulfi? I understand. My food karte banata ho. I'm not Indian. No, no, Indian they will they will take the one kulfi. Achha wala kulfi. Kulfi? Yeah, kulfi. What is that? What's mean that? Ice means ice cream. Ice cream. Ice cream. Yeah. Ice cream. Ah, no, thank you. Thank you. Ara ye game. Thank you so much. Wow, that baby is bzzz. Man, facts. Ek lelo. Wow, give me kila. Ek banao. See Allah is hell alik. All best matka kulfi. Bajro mastani. Very very. Intale gatstani. Ajin mastani. Intale gatstani dava. Thank you. Hi bro. Again. Adi Allah kan aya fi fi live fi Instagram waja awtani. I'm Satish Singh. Awtani gatshrah ras. Near the Shahrukh Khan home. Yeah. And where is Shahrukh Khan? Shahrukh Khan meet Shahrukh Khan. Shahrukh Khan is going. Did you ever meet Shahrukh Khan? Wait. Shahrukh Khan is going to shooting. Shooting? Yeah. Oh. He is going to shooting. هذا كيجيب الخبر القايد ديال شاروخان. Yeah. كيف حال حبيبي؟ الحمد لله. Yes. وانت كيفك؟ كله تمام. Did you ever meet شاروخان؟ Yeah. Really? Before. How many time? Maybe one time. One time. Yeah. Where? 2007. Where? Here. Here. Yeah. Front of the home. Home. Yeah. Nice. Yeah. So you have chance. Yeah, chance. But you are bad luck. You yeah. not cannot the meet yeah, him. Yeah, I do not. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. From you? Morocco. Morocco? Yeah. We come
to Morocco. Okay. With your family. Okay, welcome. Thank you. هذا مع المدام ديالو عائلتو. جا ديك الساعة كداير لايف في الانستغرام، بارطاجيت مع الناس الانستغرام الدار ديال شنو خلق قبل ما تشوفوها انتوما بطبيعة الحال. جا دخل معايا في اللايف وحنا لقينا واحد شوية هادشي اللي كاين. Thank you. Nice. Here we come, bro. Thank you so much. I will post it on Instagram and tag. Okay, tag me. The same name in Instagram. Okay. Thank you, welcome. احنا تشهرنا في الهند. احنا بعدا والله الا بزاف ديال الناس هنود كونتاكتوني في الانستغرام قالوا لي نستقبلوكم عندنا في الدار. بزاف ديال الناس بزاف حطيت لهم واحد ديديكاس شكرتهم في ستوري. سو ما غاديش يفهموني دونك ما كاينش شكرهم في اليوتيوب. سو لا فامي غادي نفينيو الفلوق ديالنا هنايا. درنا لكم خاطركم وجينا للدار ديال شاروخان صورناها. واخا صراحه هذا السيد سد على الشعب ديالي وشد على الناس فهمتي. ما كاينش كتشوفها الحيط، ما كاينش ماشي حاجه تقدر تشوفها. ما هذا الشيء اللي كاين كانت تجربه اللي عشناها مع الهنود مع الناس بارطاجينا معكم. هذا الشيء اللي كاين. لا شكون الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. راكم تما حتى فيديو ان شاء الله. باي. Every day somebody tryna touch you. Every day somebody tryna end you. Pull up in the Roadster.